تضع دولة الإمارات العربية المتحدة أملها في شبابها، توفر لهم التعليم في جميع مراحله، تتيح لهم المجال للارتقاء بمعارفهم، تؤسس لهم المعاهد التي ترعى مواهبهم وتنمي قدراتهم. لذا فإن هذا الجو الحاضن للعلم والعلوم سيساهم بلا شك في ظهور العديد من المبتكرين والمخترعين الذين يشكلون مع أقرانهم في دول مجلس التعاون الخليجي صورة المستقبل الواعد. عن هؤلاء الشباب الواعدين يحدثنا السيد جمال الحمادي، مدير إدارة الأنشطة الشبابية في الهيئة العامة للشباب والرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إدارة الأنشطة الشبابية والثقافية هي إحدى الإدارات التابعة للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والهيئة هي مؤسسة اتحادية في الحقيقة تعتبر هي المسؤولة عن قطاع الشباب والرياضة بالدولة. تقوم هذه الإدارة بافتتاح المراكز، سواء كانت المراكز الثقافية والشبابية، وتركز أيضا على النشاط العلمي. هذا النشاط العلمي يكون من خلال الأندية العلمية المتوزعة على الدولة. هناك ناديين علميين، نادي الفجيرة العلمي وهو متخصص في مجال العلوم والتكنولوجيا، وكذلك نادي الإمارات العلمي في دبي. هذه الأندية تم تخصيص أناس متخصصين في مجال التكنولوجيا والعلوم والإلكترونيات والكهرباء وكذلك الحاسب الآلي لتدريب الشباب وصقل مواهبهم وقدراتهم في مجال العلوم والتكنولوجيا. لكن تم استحداث أنشطة علمية في مراكز الشباب الخمسة الموزعة في أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا النشاط العلمي في الحقيقة يركز على فئة الشباب ما هم دون ال 25 سنة اللي نجد فيهم قدرات وميول علمية نكتشفها من خلال التدريب ومن خلال البرامج الإثرائية، سواء كان في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية أو كذلك في الجامعات في مجالات الهندسة وغيرها. ويتم صناعة كثير من المشاريع الواعدة في الحقيقة اللي تبشر في حال تم تبنيها وتحويلها إلى منتجات يستطيع أن يستخدمها الناس في المستقبل. المخترع محمد عثمان بلولة انصرف بمواهبه لاختراع جهاز يجعل الكادر الطبي في المستشفيات على اتصال مستمر مع المرضى لنستمع إليه يشرح لنا ابتكاره المفيد والنافع. محمد عثمان بلولة من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا من قسم هندسة المعدات الطبية. بالنسبة للابتكار اللي أنا سويته اللي هو جهاز مراقبة والتحكم عن المرضى عن بعد عن طريق استخدام شبكة GSM. والابتكار هو عبارة عن نظام متكامل يربط بين المريض والطبيب وقاعدة بيانات موجودة بالمستشفى، فيستطيع الطبيب في أي وقت ما وفي أي مكان في العالم أن يتصل بالمريض ويستعلم عن الحالة الصحية له، وأيضا في حالة ارتفاع أي مؤشر حيوي يقوم النظام بالاتصال اوتوماتيكيا بالطبيب وإبلاغه بارتفاع مؤشر حيوي ما لمريض معين، وأيضا يقوم النظام اوتوماتيكيا كل فترة زمنية محددة بالاتصال بقاعدة البيانات بالمستشفى بعد تشفير البيانات ويقوم بإرسالها للمستشفى وحفظها لمراجعتها فيما بعد. فعليا النظام معقد قليلا، فسنبدأ بالنظام الموجود عند المريض. النظام الموجود عند المريض يحتوي على 3 دوائر، وهذه ال3 دوائر يقوم بالتحكم بها المايكرو كنترولر، وتحتوي على العديد من الايسيات لتقوم بالعديد من الوظائف. فلدينا وحدة المريض تقوم بأخذ جميع المعلومات عن المريض على مدار 24 ساعة، كمعلومات درجة حرارة المريض، نسبة السكر في الدم، عدد دقات القلب، وجميع المعلومات، وتقوم بتخزينها في النظام لتكون متوفرة على مدار الساعة. فعندما يستطيع الطبيب في أي وقت ما أن يتصل بالنظام ويأخذ جميع المعلومات عن المريض، طبعا بعد إدخال رمز الحماية والرمز التعريفي للطبيب. وأيضا يستطيع التحكم في مكونات موجودة عند الطبيب وإرسال إرشادات للمريض. فمثلا لو ارتفع معدل أو نسبة السكر في الدم، يستطيع الطبيب إرسال تعليمات إلى المريض، فإن بدلا مثلا من أنك تأخذ 30 ملغرام من الأنسولين أنك تزيدها ل 35 ملغرام من الأنسولين وهكذا. وأيضا يقوم النظام بالاتصال اوتوماتيكيا بالمستشفى كل مدة 4 ساعات وإرسال جميع المعلومات الموجودة عن المريض، وطبعا تحفظ في قاعدة بيانات المستشفى، فيستطيع الطبيب أن يعود إليها مثلا أسبوعيا ويقوم بمراجعتها كلها على أساس أنه يقدر يعرف متى هي الأوقات اللي يرتفع فيها نسبة السكر، خاصة في أيام الويكند وأيام المناسبات، لأنه بتزيد العزائم وكيف ترتفع النسبة بتاعت السكر، فيقدر أنه يقول له مثلا يوم الخميس والجمعة ممكن تزيد النسبة مالت الأنسولين بدلا من النسبة العادية. الحين أمثل دور الطبيب، راح اتصل بالجهاز مال المريض. الحين الجهاز راح يرد عليه ويطلب منه الرقم السري. الباسورد اللي هو 787. قال لي ان الباسورد صح. اعطاني درجة الحرارة. الحين يسألني يقول لي اذا تبى تشغل المروحة دوس 7، اذا تبى تطفي المروحة دوس 9. شوف المروحة اشتغلت نفس ما شافوين. الحين بيقول لي جود باي وينهي المكالمة. الحين عندنا هني سنسر درجة حرارة، اوكي، هاي يرمز لدرجة حرارة المريض عندنا ماكو هني. فبنسخن السنسر، النظام اوتوماتيكيا راح يتصل علي على التليفون ويقول لي ان درجة حرارة المريض رقم 1 مثلا مرتفعة. نقوم بالتسخين الحين. نظام اتصل. الحين راح تجيني المكالمة. أرد عليها. الحين النظام خبرني إن المريض رقم 1 درجة حرارته مرتفعة. حقيقة اكتشفت مواهبي من يوم أنا صغير، يعني دائما كنت أحب ألعب وأتعبد في الأجهزة الإلكترونية، أحاول أفكها أحاول أركبها. حتى أذكر يعني يوم كنت يعني في تقريبا في عمر 15 سنة 14 سنة كنت دائما أشوف طبعا الشباب اللي هم يركبون الساوند سيستم في السيارات وكذا، فكنت حاب إن أركب هالشيء في البيت. فطبعا شوية شوية جيب بطارية مال السيارة، جيب امبليفاير، سماعات مال السيارة، أحاول أوصلهم مع بعض، تبدا البطاريه تفضي كيف تشحنها، فتبدا تشوف الموضوع بتاع ان شو اسمه الريتنج بتاع الامبير، لازم تزيد الامبير. فالحمد لله شوي شوي هالشيء زاد عندي هالموهبه لين ما وصلت الجامعه والحمد لله. طبعا في البدايه كان التشجيع من الاهل، يعني بحيث انهم كانوا عاوزيني ان ادخل مجال الهندسه. وثاني شيء لما وصلت للجامعه الحمد لله وجدت تشجيع كبير بانهم وفروا لي اشياء كثيره كنت محتاجها، ووفروا لنا اللابات ووفروا لنا قطع كثيره كنا محتاجينها، وهذا هو شايفين الحمد لله نتائج هالجهود. الحمد لله كرس كثير من النجاح، الحمد لله هالمشروع ماخذ 4 جوائز داخل الجامعه وخارج الجامعه، والحمد لله ان قبل ونشر في 4 مؤتمرات دوليه، 2 منها في امريكا وواحد في سنغافوره، وواحد إن شاء الله بيكون في شهر ديسمبر الجاي إن شاء الله بيكون في مصر. الإبداع يتجدد بمقدار ما يلقى صاحبه من رعاية واهتمام، وشباب الإمارات يبرهنون عن أهليتهم العلمية ليقفوا على قدر المساواة مع أقرانهم في جميع أنحاء العالم. إنهم الأمل في عبورنا بجدارة لاحتلال المكانة اللائقة لدولنا في سجل المخترعين والمبتكرين.